السلام عليكم ورحمة الله. في مقطع اليوم راح نقوم بمقارنة لسيارتين من أكثر السيارات انتشارا، وهي تويوتا كورولا وهونداي إلنترا. خلكم معاي على هذا الفيديو متابعون للنهاية. ثواني من فضلك قبل البدء، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة على الانستجرام على multi_auto ليصلك الجديد. كما لا يخفى عليكم أنه في وقتنا الحاضر يبحث البعض عن سيارة اعتمادية وعملية للمقاضي والمشاوير اليومية والروتينية. هنا نجد أنه في كل زمن تكون هناك سيارتان للتنافس في هذا المجال، رغم ازدحام السوق بالسيارات وأنواعها ومميزاتها، ولكن نجد أنه هناك من انتشر بشكل كبير، وذلك إن دل يدل على الاعتمادية والعملية وغيرها. في هذا الفيديو سنتكلم عن مقارنة لأكثر سيارتان في السوق انتشارا، هي كورولا من الصانع الياباني وإلنترا من الصانع الكوري. تويوتا كورولا لا زالت متمسكة رغم اختلاف المنافسين وحدة المنافسة، إلا أنها لا زالت الخيار المناسب لكثير من الناس، وهذا بسبب اهتمام الصانع بالعميل من حيث الجودة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار المتوفرة وتجدد الشكل مع مرور الوقت وتغيرها باتجاه الأفضل. مع تويوتا كورولا المحرك هو محرك 4 اسطوانات سعة 2.0 لتر، أما ناقل الحركة فهو ناقل حركة متغير تتابعي ب7 سرعات CVT، وحجم الإطار يوجد نوعان من الإطارات، هي 16 بوصة و17 بوصة، ونوع الوقود هو 95 ممتاز. بالنسبة لمحرك تويوتا كورولا فهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 2.0 لتر وقوة 168 حصان عند 6600 دورة في الدقيقة بنظام VVTi. أما عزم الدوران فهو 20.4 نيوتن متر عند 4400 دقيقة إلى 4800 دورة في الدقيقة. استهلاك الوقود في كورولا هو 19.8 كيلومتر لللتر، نوع الوقود 95، سعة خزان الوقود هي 50 لتر، وبعمل حسمة تقريبية حسب المعلومات الواردة نجد أنه حسب السرعة الثابتة نجد أن المدى المعطى هو 990 كيلومتر، وتبين الأرقام أو تغير الأرقام تعتمد على عدة عوامل وتقديرات. بالنسبة لناقل الحركة فهو ناقل حركة تتابعي ب7 سرعات بنظام CVT. السرعة القصوى هي 200 كيلومتر والتسارع من 0 إلى 100 في 9.2 ثانية. بالنسبة لسعر تويوتا كورولا غير شامل تسجيل والتأمين هو 75,000 ريال سعودي، أي ما يوازي تقريبا 20,000 دولار. بالنسبة للمنافس الآخر الذي نجده هو الآخر قد وضع بصمته عبر العقد الماضي بقوة بعد أن كان في العقد الذي قبله يقوم بدراسة السوق، فقد انتشر بشكل كبير بسبب جودة الصنع ومتانة المواد المستخدمة والتي أثبتت جودتها على مر السنين، فهي هونداي إلنترا بالحجم المتوسط أكبر من الأكسنت وأصغر من السوناتا، سطرت وجودها بموديلاتها المتجددة عبر السنين. هونداي إلنترا محرك 4 اسطوانات بسعة 2.0 لتر، ناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات،
سعة خزان الوقود 50 لتر، نوع الوقود 91 وأعلى. أما بالنسبة لمحرك الألنترا، هو محرك MPI مكون من 4 اسطوانات بسعة 2.0 لتر بقوة 152 حصان بفارق 16 حصان عن الكورولا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 19.6 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة. استهلاك الوقود هو 16.1 كيلومتر لتر، ونوع الوقود 91 وأعلى، وسعة الخزان هي 50 لتر. أما المدى بحسب الحسابات التقديرية هو 805 كيلومتر. ناقل الحركة هو ناقل آلي أوتوماتيكي بست سرعات. السرعة القصوى هي 205 كيلومتر في الساعة من 0 إلى 100 في 8.8 ثانية، وهنا نجد أن التسارع في الألنترا أفضل. في الختام، ما رأيك بالمقارنة البسيطة التي عدت من مصادر مختلفة تم جمعها في هذا الفيديو؟ أخبرني رأيك في التعليقات أسفل الفيديو، وإذا كنت تريد المزيد من المقارنات ضع في التعليقات، وسأقوم إن شاء الله باختيار المقارنة المقبلة في فيديو قادم. إلى اللقاء.